قدام سيدي شوف شوف هذا الوضع الحين باتجاه فرحين النفق شوف هنا طفت الحين سيدي ماني ما بين بس شوف النفق غرقان والعوايل كلهم غرقانين ما في احد عندي من الاشغال ما اشوف احد قاعد يشتغل للعلم سيدي ترى الشارع وقف تقريبا يمكن على امتداد 200 متر او 300 متر هذا وضع السيارات والنفق ما حد قاعد يشتغل فيه ما عندي ولا احد من الاشغال بس المطافي موجودين قاعد يتعاملون ربعنا والاسعار